الفيديو ده لو انت فهمته كويس تقدر تعمل فلوس منه وانت نايم، زي ما انت شايف كده من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ضغطة زرار واحدة بس تقدر تخلي الفيديو ينتشر في جميع مواقع التواصل الاجتماعي وتحقق منه أرباح مهولة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عملت أكبر أداة نشر للفيديوهات على جميع منصات السوشيال ميديا، وكل ده في نفس الثانية. كل ده بيعتمد على الاوتوميشن اللي هو NITN. طبعا احنا شرحنا قبل كده، واسيب لك رابط الشرح ده موجود في الوصف، ازاي تقدر تشتري NITN او تعمل منصة عليها، واسيب لك رابط الشرح ده موجود في الوصف او التعليقات. بس دلوقتي هنشوف مع بعض الاوتوميشن او نشوف مع بعض الورك فلو اللي انا عاملها، واسيب لك رابط الورك فلو ده موجود في الوصف او التعليقات. هنروح مع بعض كده على الورك فلو. زي ما انتم شايفين كده، كل اللي عليك بس بتروح عندك، تضغط عندك على الثلاث النقط الموجودين فوق دول، وبتعمل امبورت فايل، وبعد كده بترفع الورك فلو بتاعتك، وهيظهر معاك الورك فلو زي ما انت هتشوف قدامك دلوقت، زي ما انت شايف بالشكل ده كده. تمام، هتقرب شويه هتلاقي في اول حاجه اسمها هو الجدول او السكادجول، بعد كده بتختار كل الكلام ده. طبعا هتلاقي الاوتوميشن او هتلاقي الفايل اللي انا بعته لك بصيغه جيسون، طبعا هتلاقي كل الكلام ده من غير اي تعديلات، بس انت بس محتاج تضيف الكرنتل زي ما احنا هنشوف كده عندك على جوجل شيت. هتروح عندك على الكرنتل وبتعمل جيت كرنتل كده، واحنا شرحنا قبل كده ازاي تقدر تعمل كرنتل ده. وبعد كده بتروح عندك على اللي هو الليست، او بتروح عندك على جوجل شيت وبتعمل عندك على الملف اللي انا سايبه لك برده في الوصف او التعليقات، اضغط عندك على الملف واعمل انشاء نسخه. ولما تيجي تعمل انشاء نسخه سميها باي اسم، وبعد كده اعمل انشاء نسخه. ولما تيجي تروح عندك على فروم ليست زي ما انت شايف كده، هتروح عندك تاني على الفروم ليست وتختار اسم النسخه اللي انت سميتها من شويه. يعني انا سميت النسخه اول سوشيال ميديا بابليشر زي ما انت شايف كده، هنضغط عليها ضغطه، وبعد كده هتختار فلوم ليست، تختار توبيك. تمام، وهتنزل تحت تقول له اد فلتر، وبعد كده بتختار على حاجه اسمها كلون. هتختار هنا اول حاجه تقريبا اللي هي الاستاتيوز زي ما انت شايف كده، ده الاستاتيوز. هنا بيقول لك فينيشد، هتختار فينيشد، تنسخ فينيشد بالشكل ده كده، وتروح عندك تختار ستاتيوز اللي هي الحاله، وبعد كده تقول الحاله اللي هي فينيشد، وتعمل اد فلتر تاني، وبتختار حاجه اسمها البوست، تنزل على البوست كده وبتختار هنا بتكتب كلمة فولس زي ما كان مكتوب في جوجل شيت، وتعمل فوق هنا اكسكيوت. طبعا لما تيجي تعمل تحت كده اعمل في الاوبشن ان هو ما يعملش ريفلكس على الخطوط او الجدول بتاع الشيت، هتعمل اكسكيوت زي ما انت شايف كده لحد ما يظهر عندك اللي هو الكونتنت اللي موجود جوه الشيت. لكن لو ظهر لك علامة المثلث اعمل كونكت تاني او اكسكيوت تاني لحد ما يظهر لك عندك علامة الصح اللي مكتوبة فوق او اللي مرسومة فوق دي. كده خلصنا من جوجل شيت وعرفنا ازاي تضيف الكرنتل بتاعك. دلوقتي هتروح عندك على شات جي بي تي، كل اللي عليك بس بتروح عندك على الكرنتل الخاص بشات جي بي تي او اضافه الاي بي اي. دلوقتي احنا هنتكلم بقى على شات جي بي تي 4، بس هنختار الميني، خلي بالك من النقطه دي. طبعا لو حصل معاك مشكله زي ما انت شايف كده هتختار هنا تكتب ميني ام اي ان اي زي ما انت شايف كده، وبعد كده بتختار عندك جي بي تي 4 او ميني. تمام، وبعد كده بتقول له هنا اكسكيوت، وهتستنى شويه لحد ما يتم تشغيل او عمل اللي هو الشات جي بي تي، هيبدا يشتغل معاك داخل المنصه زي ما انت شايف كده. تمام، ظهر برده المثلث، اضغط تاني على اكسكيوت لحد ما يظهر لك علامه الصح اللي هتظهر لك كمان شويه. هو بياخد معاك وقت يعني علشان ده اللي هو جي بي تي 4 للميني زي ما انت شايف كده، ظهر معايا علامه الصح. ترجع تاني على الكانفاس. تمام، يبقى كده خلصنا من اول ثلاثه. دلوقتي بقى بتروح على حاجه اسمها الاكونت اي دي. طبعا الاكونت اي دي انت محتاج انك تعمل حساب على منصه، وهقول لك على المنصه دي كمان شويه. المنصه دي بتضيف فيها كل الاكواد، يعني انستجرام، تحط تيك توك، يوتيوب، حتى كمان الاي بي اي كيز، واقول لك كل الكلام ده بتجيبه منين. كل عليك بس بتخش عندك على المنصه اللي انا سيبها لك في الرابط او الديسكربشن، وبعد كده بتعمل كونكت على كل منصات التواصل الاجتماعي، علشان ميزه المنصه دي ان هي بتحول لك الاكسس توكن لاي دي. فانت كل ما تيجي تعمل كونكت على كل منصه زي ما انت شايف كده، دلوقتي هتروح عندك على مثلا على الفيسبوك، هتروح عندك على حاجه اسمها هنا كوبي اكونت اي دي زي ما انت شايف، هتنسخ الاي دي وتقوم رايح ضايفه هنا. يعني مثلا على كل اكونت قصاد كل اكونت تروح تضيف الاي دي بتاعه. حتى لو طلب منك الاي بي اي اعمل جنريت للكي، واعمل نسخ للكي ده وحطه هنا، يعني تحط المفتاح بتاعك في الكي، والاي دي هتاخد كل
يعني ترجع تاني على السيتنج هتاخد كل منصه على السوشيال ميديا الاي دي بتاعها وتقوم رايح ضايفها. الموضوع بسيط جدا يعني، بس انا هحاول اسرع الفيديو علشان ما يبقاش ممل. انت ممكن توقف الفيديو وتبقى تبدا بقى انت تضيف كل اي دي بتاعك زي ما انت شايف كده. ضفنا الاي دي على الفيسبوك ورحنا على لينكد ان ورحنا على منصه اكس، وهتبدا بقى تضيف الايديهات كلها. دلوقتي انا ضفت كل الايديهات زي ما انت شايف كده. يعني مثلا لما تيجي تروح عندك على اي بي اي زي ما انا قلت لك، وبتعمل فتح على الاي بي اي كيز، وهتاخد هنا الكابي اي بي اي وتقوم رايح ضايفها عندك بالشكل ده كده. طبعا لو انت عايز شرح مفصل على المنصه دي انا هسيب لك شرح مفصل على المنصه دي واقول لك انت هتعمل في كل حاجه ايه. زي ما انت شايف خدت هنا الكود ضفته هنا بالشكل ده، كذلك برضه هتاخد الانستجرام هتضيفه معاك برضه بالشكل ده، هتفضل تضيف الاكواد دي كلها. المنصه دي علشان انت تبدا تشتغل فيها هتحتاج $30 علشان تبدا تشتري فيها الاكونت. للاسف مفيش اي حاجه مجانيه، يعني حتى الاي بي اي اللي بيديهولك شركه الفيسبوك او الواتساب او لينكد ان، الاي بي اي ده اسمه حاجه اسمها اكسس توكن، تمام؟ فمش بيديلك الاي دي. اما المنصه دي بتحول لك الاكسس توكن لاي دي علشان تقدر تعمل بابلشر على كل منصات التواصل الاجتماعي من خلال ضغطه واحده. فدلوقتي هتروح عندك على الاي دي زي ما انت شايف كده، تعمل اكسكيوت لحد ما يظهر لك عندك علامه الصح اللي موجوده في فوق دي، يبقى كده خلاص خلصنا المهمه دي كده. لكن دلوقتي هتروح عندك على المنصه وبتقول له هنا امبورت يو ار ال، وهتلاقي برده اليو ار ال موجود داخل الفيديو بتاعنا او عفوا داخل الجسم بتاعنا. هنا يقول لك ضيف الاي بي اي كي، هتروح عندك تاخد الاي بي اي تقوم انت رايح ضايفه بالشكل ده كده، وهتنزل تحت على التكست، بعد كده بتقول له هنا اكسبريشن، وبعد كده تقوم انت نازل على جوجل شيت وبتختار التكست هتضيفها بالشكل اللي قدامك ده كده، وبعد كده بتضغط عندك فوق هنا على اكسكيوت. بعد ما تنتهي اضغط عندك على اكسكيوت هيظهر لك المشكله اللي انت شايفها قدامك دي، اضغط تاني على اكسكيوت لحد ما يظهر لك علامه الصح اللي انت شايفها، ومن هنا تبدا تنشر اي فيديو انت عاوزه. عايز تنزل بقى الفيديوهات هي كلها عملت كونكت على منصات التواصل الاجتماعي. لما تيجي تفتح مثلا الانستجرام هتلاقي الاكواد زي ما هي، كل حاجه زي ما هي، بس انت كل اللي عليك بقى بتعمل بابلشر او بتعمل نشر من خلال جوجل شيت. يعني مثلا هقول لك هتعمل ايه. انت بتروح عندك على جوجل شيت وبتربط الكرنتر الاخير وبعد كده بتعمل اكسكيوت لحد ما يقول لك انا عملت الاكسكيوت بتاعك، تمام؟ هتضغط عندك على اكسكيوت ورك فلو. خليني كده اقول لحضرتك على حاجه، يعني مثلا انا عايز ارفع الفيديو ده. الفيديو ده الاول بيترفع على منصه اسمها جوجل درايف زي ما انت شايف كده. روح عندك على جوجل درايف وبعد كده ارفع الفيديو اللي انت عايزه. مثلا انا هرفع فيديو زي ده، انت بتروح بس تضغط عندك، او مثلا فيديو زي الربح من الانترنت، اضغط عندك على الثلاث نقط دول وبعد كده قول له هنا مشاركه واعمل مشاركه، بس ادي صلاحيه لاي شخص لديه الرابط واعمل نسخ للرابط. وبعد كده بتروح عندك على جوجل شيت ضغطه واحده هنا، بتروح عندك تعمل لصق للرابط اللي احنا نسخناه، ومن هنا مثلا تخلي بدل اسمه كان مانجو هنخلي مثلا الربح من الانترنت، الربح من الانترنت. وبعد كده تقول له هنا wait for process، اضغط عليها واعمل هنا finished، وهتنتظر لحد ما الورك فلو يبدا يشتغل، وفي الاخر هنا هيديلك على طول حاجه هنا اسمها ترو بالشكل اللي قدامك كده اللي هو تم نشر الفيديو. بعد كده بتروح بقى على المنصات بقى بتاعتك تشوف بقى انت نشرت الفيديو اللي احنا كنا بنتكلم عليه اللي احنا عملناه finished وترو. هتروح عندك على عفوا finished او false، هتروح عندك على تيك توك والفيسبوك، وهتروح عندك على اليوتيوب هتلاقي اتنشر، هتروح عندك على اللي هو البرنت سنت ده هتلاقيه برضو اتنشر، تمام؟ وهتروح عندك على ايه تاني؟ هتروح عندك تقريبا على تطبيق اكس، تمام؟ هتلاقيه نزل برضو في نفس الدقيقة خلي بالك. وهتروح عندك على اللي هو ثريد هتلاقيه موجود نزل معاك عادي جدا. هتلاقي رابط الورك فلو موجود في الوصف او التعليقات. شكرا ليكم، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في حلقة جديدة. دمتم بخير، مع السلامة.